عايز ارحب جدا 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 بعمر عبد الحليم مؤلف فيلم السرب. ازيك يا استاذ عمر؟ اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ مساء الخير عليك وعلى سلامة المشاهدين. خدتني الذكريات، اعذرني ان انا طولت. لا 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 بالعكس، انا احييك على رحلتك. لا لا العفو 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 موقعك العفو يا رب دايما يقدر كل واحد فينا يأدي دوره من موقعه. انا استحاله اقول لك احكي لي فيلم السرب، لان احنا فاهمين ال- 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 التركيبه بتاعت الفيلم بتدور عن ايه، الحدث الرئيسي. وبرضه استحاله هسالك هقول لك ليه كتبت عن فيلم او كتبت فيلم عن السرب، لكن ايه اللي كان بيثير تقدر تقول افكار خيال يثير عقل وابداع عمر عبد الحليم وهو يتخذ قرار بكتابه الفيلم؟ خليني في البدايه اقول لحضرتك انه فيلم السرب تحدي كبير جدا لاي صانع، يعني لانه انت بتتكلم على فتره حساسه جدا، وبتتكلم كمان عن واقعه حساسه جدا. الحقيقه الواقعه دي مرت عليا زي اي مصري. في 2015 صحيح يعني تفاجأنا بفيديو قاسي جدا على قلوب وعقول كل المصريين يعني، لكن زي ما كان قاسي كان الرد وسرعته وسرعه استجابه الدوله المصريه والقرار التاريخي اللي اخذه سياده الرئيس كان يعني شافي جدا للقلوب، وكان مؤثر فينا جدا. ومن اللحظه دي انا كمصري يعني حسيت انه الواقعه دي بكل ما يدور حولها دي واقعه جديره للتجسيد الفني، التجسيد السينمائي تحديدا. بعد كده مرت السنين وتوافقت بقى الرغبات والرؤى من عندي ومن عند شركه المتحده ومن عند المؤسسه العسكريه والمؤسسه السياديه في مصر انه يلا نعمل عمل زي ده. طبعا ده توفيق من الله عز وجل ان يبقى عندي رغبه وفكره تلاقي قبول وتوافق، وكانت صعب يعني لانه المشروع كبير قوي يعني جدا جدا جدا. اللي حرك بقى تقدر تقول وقع حقيقه كمان مؤثره جدا بالنسبه لي كرجل بس بتابع السياسه بشكل عادي، انه الواقعه بتاعه ال 20 مصري تم ذبحهم اهالينا واخواتنا طبعا ودمنا حصلت في 2015 تحديدا في ديسمبر 2014 ويناير 2015. قبل الواقعه دي بسنتين كان في اقتحام للسفاره الامريكيه في طرابلس، مظبوط، وقتل دبلوماسيين امريكيين، وبعدها حصل واقعه مختلفه في 2013 لو اسعفتني الذاكره يعني، خاصه بدبلوماسيين فرنسويين وصحفيين فرنسويين. ومع ذلك الدول العظمى اللي بتكتب على باسبورها نحرك اسطولنا من اجلك ما حركتش اي اسطول. الحقيقه مصر اللي حركت الاسطول، ومن اجل عمال بناء الرفاء ذهبوا يبحثوا عن لقمه العيش. صحيح. فدي قيمه شعرت انها يعني يجب ان يعني تجسد وترسل للجمهور ولازم نعيها كويس جدا يعني. زائد بقى فكره الدور الوطني العظيم والبطوله العظيمه اللي قامت بيها كل المؤسسات في الواقع، زائد هم مين ال 20 دول وراحوا هناك ليه وايه احلامهم وايه دافع وجودهم في هذا الواقع الملتبس. حقيقة انت بتتكلم على فتره في ليبيا سيادتك شرحتها واتكلمت فيها من شويه، بس هي فعلا كان واقع ملتبس جدا جدا ومحتدم جدا واطراف كثيره على الارض، قوى كثيره متناحره. 2015 كمان كان عندك شبه حكومتين في البلد وقوى اجنبيه على الارض وجماعات بتمزق في البلد، يعني كان واقع كبير محتدم جدا وفك رموزه الحقيقه استغرق وقت كبير جدا. صحيح. محصور ربنا وفقه يعني. صحيح. انا اول واحد ما اضمنش ان انا اول واحد احجز تذكره، بس ضامن ان انا هروح الفيلم يعني. شرفت والله بجد. لا ده انا اللي اتشرف يعني، نفسي فعلا اتفرج عليه. اكيد هيعجبني جدا. انا بشكرك جدا 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 الاستاذ عمر عبد الحليم مؤلف فيلم السرب. بالمناسبه عشان عمر ذكر حاجه ظريفه جدا على مساله الباسبورات اللي بتاعه ونحرك اسطول، ما فيش ولا باسبور لا في كندا ولا في امريكا مكتوب عليه كده. عمر زيه زي غيرنا كتير، احنا تم العبث بعقولنا عن طريق صور مضروبه كانت بتترمى على شبكات التواصل. انا بكلمك بجد يعني،
لا الباسبور الأمريكي ولا الكندي ولا بريطاني مكتوب فيه أي عبارة تشير لا من قريب ولا من بعيد نحرك أسطولنا وعليك أن تعلم أن سائر القوات الأمريكية سوف تتحرك لحماية حامل هذا الجواز وأن بريطانيا العظمى سوف تهب مش عارف عامل إزاي حتى تستطيع أن ولا أي حاجة موجودة في الباسبورات دي بالمناسبة يعني. الباسبورات ما بيتكتبش عليها كده أصلا لا في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في كندا ولا عندنا. الباسبورات بيتكتب عليها كلها تقريبا في العالم كله تقريبا محتوى بيختلف في صياغته من بلد لآخر مفاده إنه وزير خارجية مثلا جمهورية مصر العربية. أنا مش فاكر طبعا الصياغة الدقيقة بالظبط بتاعة الباسبور والله أحاول أدور لكم أنا مش عارف إذا كان عندي صورة الباسبور على التليفون ولا لا. مهم يعني يطلب من السلطات أنه تدوا كل التيسيرات الممكنة لحامل هذا الجواز للعبور عبر حدودكم للدخول إلى بلدكم. السلام عليكم. الدباجة موجودة بصيغ مختلفة على كل الباسبورات. عجبني بقى قالوا عمر جدا إيه هي آخر حاجة يعني أقولها دلوقتي قبل ما نطلع الفاصل. اللي حصل في ليبيا تجاه الأمريكان واللي حصل تجاه الفرنسويين اللي حصل تجاه أي حد في أفغانستان بالمناسبة يعني إلخ إلخ إلخ. عايز بس أفكرك بأفغانستان لما حصلوا جماعة طالبان استولت على الحكم مؤخرا السنة اللي فاتت إن كنت حضرتك تتذكر. محدش عمل اللي عملته مصر. الطيارة العسكرية المصرية نزلت جابت المصريين ورجعت. الحرب الأهلية في إثيوبيا لو تفتكر مصر نزلت طيرانها العسكري فورا في إثيوبيا خدت رجالتها ورجعت. أمريكا أنا أتذكر الواقعة جيدا بتاعت إثيوبيا. أمريكا عملت إيه؟ أقوى جيش في العالم. نحن نناشد الرعاية الأمريكان بإثيوبيا على ضرورة الخروج الفوري من المطار إلى أي دولة وإنه لو سمحت يعني تحاول تقطع تذكرة الطيران وتطلع على أي دولة ومن هناك تقدر تغادر إلى الأراضي الأمريكية وإذا معكش فلوس فإحنا هنقدر نتواصل معك ونحجز لك التذكرة وتقوم بسداد ثمن التذكرة لاحقا. مش مصدق؟ رجع الصحافة الأمريكاني رجع الوكالات الأمريكاني. مصر مش بتاعت الكلام ده. مصر وقتها طلعت الطيارة العسكرية بتاعتها جابت المصريين كله وطبعا من غير ولا مليم نفقات أهلا وسهلا نرجعوا إلى القاهرة مرة تانية. مصر هي اللي راحت جابت حق عيالها من ليبيا. أمريكا ما جابتش حق حد ولا غيرها جاب حق حد.